نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء. نشرة مصر في أسبوع على شاشة نورسات تقدم من المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والبداية مع بعض العناوين. بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. اليوبيل الفضي الكهنوتي والرتبة القموصية لأربعة من كهنة إبرشية أسيوط. بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور راهبات أم المعونة بالإسكندرية. وإليكم تفاصيل النشرة. في بيانه هنأ صاحب الغطاء الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وجاء بنص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة قيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 من يوليو، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم. زار يوم الثلاثاء الموافق 20 من يوليو الجاري غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك راهبات مريم أم المعونة السليزيانات بالإسكندرية. دار اللقاء حول أحوال الرهبنة مؤخراً، كما اطمأن غبطته على الراهبات وناقش الأعمال التي يقمنا بها خاصة لخدمة المدارس. ترأس يوم الجمعة الموافق 23 من يوليو الجاري صاحبان نيافة الأنبا توما حبيب مطران إبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفي للإبرشية المحفل السنوي لجنود مريم، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا. شارك في الاحتفال القموس أنطونيوس سبعليل والأب أندراوس رفعت راعي الكاتدرائية والأب يوحنا زكريا والأب استفانوس دانيال والقموس أنطون عياد. احتفلت إبرشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بمنح الدرجة القموسية لأربعة من كهنة الإبرشية، وذلك في 22 من الشهر الجاري، وإليكم هذا التقرير. ترأس يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري صاحب النيافة الأنبا كيرولوس ويليام مطران إبرشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط صلاة القداس الإلهي بمناسبة اليوبيل الفضي الكهنوتي ونوال الرتبة القموسية لأربعة من كهنة الإبرشية، وهم الأب توماس ويليام وكيل عام المطرانية وراعي الكاتدرائية والأب أيوب شفيق راعي كنيسة السيدة العذراء ببني محمديات والأب أنجيليوس شحاتة مدير مكتب التعليم المسيحي والأب متاوس أديب راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس الكبير ومدير معهد التربية الدينية. جاء ذلك بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير مطران الشرفي لإبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك والأنبا دانيال لطفي مطران إبرشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة مطران إبرشية أبي كرقاس وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك وجمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وعدد من المؤمنين. كما تخلل القداس الإلهي الكلمة الروحية من نيافة الأنبا كيرولوس، وفي نهاية القداس قدم القموس توماس ويليام نيابة عن الآباء القمامسة المحتفلين الشكر لله على نعمته الدائمة في حياة الكاهن، كما قدم الشكر للأنبا كيرولوس حيث عبر عن اعتزازه وكل الآباء الأربعة المحتفلين بأنهم تتلمذوا على يد نيافة الأنبا كيرولوس لما يقرب من 36 عاماً في الإكليريكية والإبرشية، كما قدم الأب الوكيل الشكر للآباء المطارنة الحاضرين. تحت شعار البار بالإيمان يحيى
نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبرشيس البطريركية المؤتمر الأول لمرحلة إعداد الخدام وخدام الإيبرشية، وذلك ببيت الراعي الصالح بالإسكندرية التابع للإيبرشيس البطريركية في الفترة من 19 وحتى 21 من يوليو الجاري، حيث يأتي ذلك تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبرشية البطريركية. جاء ذلك بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبرشية البطريركية والآباء الكهنة. تخلل المؤتمر العديد من الفقرات الروحية والمحاضرات التكوينية التي تهدف إلى البناء الروحي لكافة المشاركين، وكذلك ورش العمل المختلفة التي تهدف إلى تعليم الخدام كيفية إيصال كلمة الله للمخدومين، كما ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة تشجيعية للحضور، كما تعرف نيافته على احتياجاتهم. افتتح يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الجاري صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبرشية أبو قرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك الندوة الثالثة للمرحلة الثانوية لشباب كنائس منطقتي ملوي ودير مواس، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبي قرقاص. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول ضرورة تطوير الذات بالتكوين حتى لا نصاب بالهشاشة والضعف أمام تحديات العصر. جاء ذلك بحضور القموس إبراهيم شفيق وكيل عام المطرانية، والذي ألقى محاضرة حول الليتورجية، كما حضر أيضا الأب يوحنا بولس راعي كنيسة ماري جرجس بدلجة، والأب إسحاق مهيب مسؤول لجنة الشباب الإيبرشي. ترأس مطران إيبرشية المنيا للأقباط الكاثوليك قداس الصيامة الكهنوتية للأب صالح كمال الكرملي، والتفاصيل في سياق هذا التقرير. ترأس يوم الخميس الموافق 22 من يوليو الجاري صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبرشية المنية للأقباط الكاثوليك قداس الصيامة الكهنوتية للأب صالح كمال الكرملي باسم الأب صالح، بحضور صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبرشية أبي قرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمينيا. جاء ذلك بحضور الأب مخول فرحة المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وجمع من الآباء الرهباني الكرملي بمصر والآباء البندكتيين، والأب عمانوئيل عبد الله وكيل المطرانية وكهنة إيبرشية المنيا مع فرحة أسرة الأب المرتسم. في بيانه نعى صاحب الغطاء الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وفاة كل من الأخت جوزفين صابر والأخت نيلي والأخت مادلين سيدروس، وجاء بنص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة كل من الأخت جوزفين صابر من رهبنة سيدة المحبة للراعي الصالح، والأخت نيلي من راهبة الدليفراند، والأخت مادلين سيدروس من رهبنة قلب يسوع المصريات، واللواتي انتقلنا إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل أرواحهن الطاهرة في الفردوس السماوي وأن يمنح أهل المنتقلات الصبر والرجاء. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر في 22 من الشهر الجاري بذكرى الصيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا ماكاريوس توفيق المطران الشرفي لإيبرشية الإسماعيلية ومدن القنا وتوابعها للأقباط الكاثوليك. وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لنيافته، متمنيا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس لإتمام رسالته المقدسة. نظم مكتب دياكونية للتنمية دورة تدريبية في الحاسب الآلي، وذلك للمراكز التابعة له، ولمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
نظم مكتب دياكونية للتنمية دورة تدريبية للحاسب الآلي للمراكز التابعة له، وذلك في الفترة من 5 من يونيو الماضي وحتى 24 من يوليو الجاري. يأتي ذلك في إطار سعي مكتب دياكونية للتنمية التابع للإيبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك لتنمية الكوادر الإدارية في المراكز التابعة له. أقيمت هذه الدورة التدريبية بقاعة القديس استفانوس للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة. كما ألقى محاضرات الدورة التدريبية الأستاذة مي صليب مسؤولة التدريب بمكتب دياكونية. الجدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار رغبة مكتب دياكونية للتنمية لتمكين وتدعيم العاملين بالمراكز المختلفة التابعة له، مما يؤهلهم إلى مواكبة سوق العمل. أنا استفدت من الكورس جدا وتعلمت منه حقيقي. يمكن كل الشغل اللي عندنا في المكتب أو التخصص اللي أنا بشتغل فيه في الأيات بتاعت كل يوم، فطبعا فايل الأيات بيبقى كله إكسل، فكان عندي باك جراوند ضعيفة قوي عن الإكسل، فبسطت إن أنا عرفت معلومات جبارة عن الإكسل كانش عندي أي باك جراوند عنها. كمان أنا بشتغل موشن جرافيك ديزاينر، فكل السكريبت اللي بشتغل عليه في الفيديوز بيبقى كله وورد، فبسطت قوي إن أنا عرفت باك جراوند محترمة يعني عن الوورد وإزاي أكتب السكريبت بشكل محترم، فده ساعدني جدا في إن أنا لما أجي أكتب سكريبت ليه علاقة بالفيديوز اللي أنا بعملها تكون يعني بشكل محترم في الوورد. كمان في موضوع الايميل فادني كتير قوي، انه في معلومات انا ما كنتش اعرفها خالص، يعني لما اجي اتعامل مع حد او ابعت لحد شغلي على الميل في معلومات كتير انا ما كنتش اعرفها عن الميل، فانا حقيقي اتبسطت والموضوع فرق لي جدا. وميرسي لماين، هي تعبت معانا والحقيقه كانت مستحمله لغايه الاخر وادت كل المعلومات اللي عندها، فحقيقي شكرا. انا استفدت من الكورس جدا، اتعلمت حاجات كتير في الوورد وفي الاكسل وفي الباوربوينت، والنهاردة أخذنا الإيميل، حاجات استفدت منها جدا، كل ده بينفعني في مجال شغلي، ببعت إيميلات، بعمل شيت على الإكسل، فكل الحاجات دي فادتني جدا في شغلي. أنا كان عندي خلفيات صغيرة عن كل حاجة، لكن الكورس ده فادني جدا، هو كمل لي كل الحاجات اللي كانت ناقصة. حقيقي بشكر جدا مي وبشكر إريني ان هم كانوا عاملين لنا جو حلو قوي قوي في الكورس، وانا فعلا استفدت، واتمنى ان احنا نكمل وناخد حاجات تانية مفيده زي كده. شكرا. انا في الكورس استفدت حاجات كتير وكان ساتسفايد جدا بالنسبه لي. الوورد مثلا كنت بعرف استخدمه بس كان في حاجات صغيره بقى دي انا ظبطتها. الاكسل ما كنت بعرف استخدم حاجات بسيطه، اتعلمت فيه حاجات كتير. الباوربوينت برضو زي الاكسل اتعلمت فيه حاجات ثانية زيادة. انا استفدت جدا من الكورس، انا بشكر مي جدا ان هي علمتني حاجات كتيره. انا الكورس هيفيدني في شغلي ان انا اجذب الاطفال بشو على الباوربوينت، حاجات كتيره يعني استفدتها جدا. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه نشرتنا، وفي الختام نذكركم بابرز العناوين. بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. اليوبيل الفضي الكهنوتي والرتبة القموصية لأربعة من كهنة إيبرشية أسيوط. بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور راهبات أم المعونة بالإسكندرية. وحتى نلقاكم أعزائنا عن قريب، دمتم بخير ويوم مبارك.